كم مسجد يوجد في عاصمة فيتناو فيتنام هنا هانوي؟ واحد مسجد فقط. نعم. الله المستعان، الله المستعان. وعدد المصلين يوميا ثلاثة أو أربعة أو اثنين، ربما أنا واحد. ثلاثة وأربعة. نعم. وربما أنت واحد. وحدك. نعم. الله المستعان، الحمد لله الحمد لله. طب ما هو السبب؟ مشغول بالعمل. مشغول بالعمل. طب يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني في وقت خطبة الجمعة. نعم. وقت الصلاة كم العدد؟ لا أكثر من 200. أكثر من 200. نعم. من فيتناميين؟ لا فيتناميين ربما بال 30 أو 40. نعم. طب يوم الإجازة، يوم السبت، يوم الأحد أيضا لا يأتي أحد؟ لا يأتي. نعم. الله المستعان.